بهدف ليلى شيب ينتهي الشوط الاول ما بين الفيوم والاسيوطي عن طريق الهداف معتز محروس، بيصل لرقم 11 لاهدافه عن طريق ركله جزاء صحيحه 100% حسبها الحكم محمود البنا. محمود معتز محروس بيحرز الهدف الوحيد قبل نهايه الشوط الاول في الدقيقه 43 من عمر الشوط الاول، وبهذه النتيجه بيخش الاسيوطي غرف خلع الملابس وهو متقدم، وبيضع الفيوم تحت ضغط زياده اكتر ما هو مضغوط في الشوط الاول. اداء الفريقين واداء الجهازين الفنيين سواء كابتن جمال عبد الحميد او كابتن ايمن المزين هو ده اللي هنعرفه من كباتننا، ولكن خلوني في البدايه اقول لكم باقي نتائج المباريات اليوم الاول للاسبوع 27. طهطه متقدم على كيما في كيما بهدف ليلى شيء، جونه وانا تعادل ايجابي 1-1 ايضا بنفس النتيجه، البداري والوسطى في صراع الهبوط الهروب من قاع الجدول، الاسيوطي متقدم على الفيوم، ديروت والمدينه المنوره تعادل سلبي 0-0، الالمونيوم ونصر فكريه ايضا تعادل سلبي 0-0، بني سويف متقدم على سوهاج الغريم التقليدي الان والمصارع للاسيوطي خسران من بني سويف بهدف ليلى شيء، والمباراه الوحيده من المجموعه الثانيه مجموعه القاهره اللي تجمع ما بين نادي مصر ومنتخب السويس تعادل ايجابي 1-1، وكان منتخب السويس كان تقدم في الدقيقه الاولى من عمر الشوط، ولكن مصطفى الاغا تقريبا، ولا مصطفى الاغا ده المذيع في القناه مصطفى الاغا طبعا، لا الاغا مهاجم نادي مصر هو اللي تعادل لمنتخب السويس قبل نهايه الشوط الاول، عبد الفتاح الاغا زي ما قال كابتن وليد. كابتن وليد تعليقك ايه على ده الشوط الاول، وخصوصا ان الفيوم ما ظهرش، الاسيوطي هو المستحوذ، هجماته هي الاخطر، التسديد من الخارج هي السمه الواضحه للاسيوطي، الكرات الثابته ايضا كنا متوقعين الاسيوطي هيستغلها وبالفعل استغلها. كلامك مظبوط 100%. هاخد حتى من الاحصائيات احصائيات ثلاث ركنيات للاسيوطي واحده للفيوم، نسبه الاستحواذ 67%، صح. رقم كبير جدا. حتى التسديدات 10 للاسيوطي 5 للفيوم. لا الاسيوطي متسيد الشوط الاول كله، كان ممكن في الدقيقه 2 من اول هجمه لوليد عادل، يعني احنا هنشوفها كره بالعرض جوه البنالتي، لو هو المفروض ما يسندهاش، لو حطها ببطن رجله كده في المكان اللي جايه منه الكره في نفس الزاويه، صح. هدف في الدقيقه 2 كان هيفرق. الاسيوطي احسن متسيد الشوط الاول كله، هجمات فرص ضايعه، عنده حاجه اسمها تعدد محاور الهجوم، حفظتها منك يا كابتن وليد، شاطوا ركنوا دخلوا بكرات عرضيه، دخلوا باختراق فردي، بيعملوا كمان تكتيك في الركنيات عجبني قوي، صح. اللي هو واحد بياخد سبرنت، هي دي، ايوه هي دي، اقف بقى هنا ممكن نقف، وهو وليد رايح نرجع بس هي كره سريعه، معلش لا بس هو مش واخد القرار، بس قفل عليه سنه، احنا هو كابتن وليد عايز يحطها هنا مره واحده بس، وهو بدل ما يسند دي يحطها في الزاويه، مش الزاويه اللي هنا الواسعه، في الزاويه ديق. اللي على يمين الجون، الجون حارس المرمى بياخد خطوات بالعرض عكس اتجاهه، واخد بالك دي بالظبط اكنها زي ما تكون جايه عاليه وانت بتحطها بدماغك عكس اتجاه حارس المرمى. الكره دي احنا جايبين منها جوان جمال، وانا ليا جون في الكروم زي دي بالظبط كده، لو وليد واخد القرار من هنا يحطها ببطن رجله على يمين عمرو شعبان، اظن انها كانت هتفرق، لكن هو حب يسندها، السنده هنا صعبه قوي انك تسند، عايزه حساسيه عاليه جدا، ما قدرش يعملها دي في الدقيقه 2، صح. وتوالد بقى الفرص، حاول الكابتن جمال يقفل نص الملعب، لكن واضح ان نص الملعب متاخد منه تماما، عشان كده لحق نفسه في الدقيقه 23 وراح مغير تغييره سريعه جدا، نزل ايمن عبد النبي عشان يقفل الحته بتاعت قلب الملعب، لكن برده ما قدرش. ايوه ارجع معلش يا برجاوي، ممكن نرجع في بدايه الكورنر، بص التكتيك ده عامل ازاي، في واحد بياخد على القريبه مظبوط، وبيجي جري سبرنت اكنه هيلعب الكره دي دبل باص، فبياخد كل تشتيت الاثنين اللي وراه بيسيبوا الاولانيه فاضيه، صح، وده اللي حصل. هاتها بالشكل العادي، يعني هاتها بالريتم العادي، هاتها بالسرعه العاديه يا جماعه بعد اذنكم، السرعه العاديه، بص العادية. هتلاقي واحد بيضم بياخد معاه الاثنين وبتتلعب على القريب، اتكررت حوالي 3-4 مرات، صح، بيعملوها بشكل كويس قوي، يعني طبعا لو استمر الكابتن جمال عبد الحميد على نفس الشكل اكيد الغله هتزيد، لازم بين الشوطين يكون ليه تدخل، يحاول بقدر الامكان انه يوجد حلول سواء في نص الملعب او في الناحيه الهجوميه، لان خلاص بالهدف اللي جابه معتز محروس كده
المسألة اتصعبت أكتر. يعني أنا بحاول إن أنا ألاقي حاجة مع كابتن جمال أتكلم عليها على الفيوم، الهجمات نادرة جدا يعني كابتن جمال. الفيوم بص أقول لك على حاجة، الفيوم الهجمة الوحيدة اللي حصلت في الدقيقة 28 من فاول وكورنر ورا بعض على طول في نفس اللعبة، هي دي الهجمة الوحيدة وهجمة خطر على فكرة. تمام. يعني فيها هجمة خطر، وكابتن جمال كمان بيعمل تكتيك في الأوت، لو شفناه آخر لعبة للفيوم تكتيك الأوت بيتلعب، واحد بيطلع بره واحد بيخش في قلب الملعب وبتلعبها له وبيشوطها مرة واحدة في المرمى، هي دي تكتيك كابتن جمال بيعملها على طول. ولكن مفيش شكل الفيوم، يعني الفيوم بيدافع نظريا صح، بس إنما فعليا واقفين غلط. في فروق طبعا فردية كبيرة جدا بين لعيبة الأسيوطي ولعيبة الفيوم صح. يعني واضح من أول دقيقة الكرة اللي كابتن وليد بيتكلم عليها دي في دقيقة 2، فيعني دقيقة 2 واللي بعديها الكورنر وبعديها فاول لمعتز محروس وبعديها دي برضو كرة من عنتر وكريم سلام ومصطفى بيليا لغاية ما حصل ضربة الجزاء في الدقيقة 42، في كمان زي ما بقول لك فاول في الدقيقة 39 لمعتز محروس برضو كانت كرة خطر جدا فوق العارضة بالظبط. ففي فروق باينة واضحة جدا للأسيوطي. عجبني وليد عادل كمان يا كابتن جمال، متحرك ما تعرفلوش مكان. المباراة اللي فاتت احنا اتكلمنا على وليد عادل كان بيلعب في ناحية اليمين باك رايت صح، ما كانش ليه أي تواجد، كان نص الملعب كمان متاخد من فريق الأسيوطي لما كابتن أيمن المزين دخله في نص الملعب صح. وخرج أحمد فتحي تاني بره في الباك رايت، الملعب اتظبط والأسيوطي قدر ان هو يتحكم قصاد البدالي الماتش اللي فات بالظبط، وقدر ان هو كانوا مغلوبين كمان، كان 1-0 صح. فقدر ان هم يرجعوا تاني للقاء بفضل وليد عادل، من اللعيبه الهايله جدا بيتحرك كتير جدا، ومن اللعيبه كمان عنده الاثنين يعني بيقطع الكوره وبيسلم كويس مظبوط وبيهاجم كويس، فدي برده يعني نادرا ما بتلاقيها في اللاعب الديفندر اللي هو بيكمل. يعني احنا شفنا الكرة اللي بنتكلم عليها في الدقيقه 2 ده راجل ديفندر يعني المفروض ما يبقاش هنا صح. يعني المفروض حد اللي هو عنتر او كريم سلام او معتز محروس هم اللي يكونوا متواجدين في المكان ده. فانا طبعا يعني مشفق طبعا على الكابتن جمال عبد الحميد، زي ما بقول لك في فروق فرديه بعيده جدا بين الاسيوطي وبين لعيبه الاسيوطي وبين لعيبه الفيوم، لازم توجد حلول. يعني زي ما قال الكابتن وليد لازم يبقى في شكل على الاقل هجومي صح، لان انا مش قادر ادافع وخلاص انا اتغلبت، يعني خلاص انا اوريدي طالع خسران. بص حتى الكره دي لو رجعنا للكورنر مفيش حد ضاغط عليه، لو رجعنا للكورنر ده الكابتن جمال مرجع، هي دي الكره اللي انا بقول لك عليها. هي دي طب ده التغيير اللي هو مكان عبد الصمد النيجيري اللي قال عليه كابتن وليد. الكورنر ده اللي بعديها جمال مرجع الفرقه كلها، ومع ذلك لما ردت على ال 18 ما كانش حد، مفيش ولا واحد، لدرجه ان معتز اهي بص ادي عد بقى 1 2 3 4 6 8 9 وتلاقي واحد الناحيه الفرقه كلها راجع، بس بص الكره دي هترد فين على 18 وبص المساحه الكبيره جدا لدرجه ان بص هيوقف هنا ده معتز ده صعب جدا هنا في المكان ده ان انا اوقف وابص، وكمان هيبص وهيقرر يركن الف ب في الكورنر واحد يقف على موقف واحد على العارضه دي صح. القريبه واحد على البوز ال 18 مظبوط او على ال 6 يارده وواحد على الله يكون الكوز ده صح. الله يكون في عون الكابتن جمال، خبرات قليله جدا. عايز اقول حاجه بس على ضربه الجزاء عايزه تتعاد تاني، هنعيد ضربه الجزاء على فكره كابتن وليد، احنا اتكلمنا عليها في التحليل ان هم بيخترقوا من العمق، بس دايما اللي كان بيعملها معتز صح، بس المره دي اللي عملها بيليا على ما اعتقد عنتر عنتر هو اللي عملها عنتر لعبها لمصطفى هو اللي زقها ثرو كده واتحرك بشكل كويس قوي، حتى في الكوره اللي اتكلم عليها كابتن جمال حمزه بس وطلعت كورنر دي اخطر، وبرده الكورنر كان خطر على فكره. يعني برده بص الكورنر يعني دي برضو من دي اخطر هجمه للفيوم، هجمه للفيوم فاول وبعديها طلعت كورن، هي دي برضو بص عدت برضو يعني هنا حد. لو فيها كان قدر حد متابع كان يقدر. انا عايز كمان نجيب طريقه تسديد الضربه، يعني انا حاسس ان الكوره مش محطوطه على نقطه البنالتي بتاعت معتز محطوطه كمان متطرفه قوي فده هل ده بص ده يا كابتن وليد دي جون طبعا جون دي يعني لو حد على العارضه البعيده كان حط بطن رجله هو بس ما, ما ما يعني ما قدرهاش كويس ما قدرهاش قلشت منه دي ودي ورده واحده. هو الكابتن جمال حاول وبيلعب طبعا بيحاول على قد الامكانيات اللي عنده يعني بقدر الامكان، لكن الاسيوطي طبعا هو الاقوى. وعلى فكره كابتن جمال كابتن وليد كان كابتن جمال الحميد كان صرح ان المباراه صعبه عليه وعلى لعيبته. احنا عارفين ان المباراه صعبه، هو عشان كده خلي بالك الفيوم كان عايز ينقل المباراه في الملعب. اتفضل كابتن. لا ده الفاول اللي قال برده عليك شيل الاستراب. لا ده مش ضربه الجزاء يا كابتن، دي الفاول بتاع معتز
اللي حفت برضو كده فوق العرضة هو عملها وحش، معتز بيعمل احسن من كده. صح. لازم هنا اركز بين الثلاث خشبات. تخبط بقى في العرضة الجون يصدها، تخبط في ايد الجون وتخبط في العرضة وترجع، لكن على الاقل تبقى في البرواز. انا لازم يكون في البرواز. يعني بره البرواز انا الوم اللاعب، ما الومش حد تاني. خلاص بره الجون خلاص، حتى لو بره بحاجه بسيطه قوي يعني. بس هي خلاص بره. يبقى انا ما استفدتش منها. استفيد منها لما تكون بين الثلاث خشبات. الحارس ممكن يطلعها وترجع لي، ممكن يطلعها وتطلع كورنر، استفيد منها. ده الهدف. نقف 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 وهو بيباصي. لا نرجع 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 كمان. بس لا كمان سنة. كمان من الباص، من الباص الاولانيه اللي قبليها. ايوه كمان. بس اوف بقى عند الكادر ده. بس عد. اوف عد بقى. ادي 2 4 5 7 7 الاسيوطي. الاسيوطي ادي 7 وفي واحد هتلاقيه واقف ناحيه اليمين. 8 لعيبه في هجمه. انت عارف ده معناه ايه؟ بص الفرقه مضغوطه فين. يقدر هنا اقف هنا، معلش عنتر يقدر يحطها لوليد في واحد من لمسه واحده، وفي واحد عندي هنا فاتح هنا ناحيه اليمين فاتح جدا، وفي الراس حربه مصطفى. لا على ما اعتقد احمد فتحي ده ناحيه اليمين او احمد فتحي. يعني بص الهجمه حتى هنا دلوقتي 2 4 5 6 6 في هجمه على ال 18. انا توقعت انه هيلعب مع وليد دبل باص او يحطها لوليد، وليد اللي يروح في القلب، لكن هو اختار اختيار كمان رائع. ما ينفعش السرد باك هنا يبقى الراس حربه هو اللي ورا السرد باك. المفروض الطبيعي العكس. صح. الاخضر واحد كمان. ايه السرد باكات كلهم المفروض يبقوا على خط. طبعا طبعا مظبوط. هنا لازم الاخضر اللي يبقى ورا الاصفر. مش الاصفر هو اللي ورا الاخضر، وهو الراجل حاسس وخد الانذار. يعني هو ماشي ايمن زكريا ما يعني ايمن ما اعترضش. عارف عايز اشوف بس ضربه الجزاء تنفذها. وعلى فكره احنا اتكلمنا مع دي مع كابتن وليد وكابتن جمال حمزه ان هم بيجيدوا الثرو باص في العمق وبيلعبوا عليها. صح. وده حصل منها ضربه الجزاء. انا بقول لك هم عندهم يعني 3 4 لاعبين عندهم مهاره من نوع خاص وعملوا كل حاجه يا جمال. شاطر وعملوا كرات عرضيه بالزبط. وسددوا وضربات ثابته واختراق من العمق كل حاجه. ضربه الجزاء عشان كابتن وليد الفيوم عدد بس مفيش تمركز. بالظبط. يعني انت عدد كتير في الناحيه الدفاعيه بس مفيش حد مراقب حد ومفيش تمركز صحيح. هي مش باينه من الاعاده دي. هتبان في كادر معين. هو بيحطها برده بكل ثقه كابتن وليد. انا توقعت هو بيحطها كده على طول. يعني على طول معتز. برضو ده يبين لك ان حراس المرمى المفروض يذاكروا. انا لو مذاكر انا كنت بتكلم انا وجمال جوه وبقول له ان معتز هيروح يقف بالراحه قوي واحطها بالراحه قوي. نفس الاسلوب فيها ضعيفه مش ما فيهاش قوه ما فيهاش، بس بيلعب على حارس المرمى. صح. فحارس هي دي الاعاده يا كابتن وليد. نكملها. متهيألي في برضه كادر نكمل. يبين ان الكوره متطرفه شويه لكن خلاص. يعني انا ما اعرفش في القانون هل لو بس هنا بس بص لا دي نقره. لا دي نقره مش علامه الجزاء دي بره. علامه دي بره. الجزاء كابتن خلاص اللي جنبيها. لا خلاص نكملها. خلي بالك يا لو يعني برضو لو النقطه الحكم بيبقى شايفها. لو هي شايف ان هي نازله لتحت قوي ممكن يخليك تحطها بر يعني بعيد عنها. متطرفه بس ده يعني لان دايما في ملاعب كتير بتبقى نقطه البينالتي زي يعني تبقى نازله لتحت اكتر. تمام. طب كابتن جمال الحل ايه؟ انت قلت خلاص خسران وعلى ارضي هضطر اهاجم. هل كابتن جمال عنده الاسلحه؟ حلول. لا هو عنده سامي عبد الستار. على فكره سامي عبد الستار ده جاي له عرض من تايلاند، بس سامي برده مش باين. يعني مش باين في المباراه خالص. ان انت مش هتقدر تعمل حاجه فرديه لان انت عددك في الناحيه الهجوميه قليل. صح. فلازم يبقى الزياده العدديه تبقى جماعي مش فردي. يعني لازم اطلع باك من الباكين. انا خلاص انا زي ما بقول لك انت خلاص خسران. صح. فمش تخسر حاجه. يعني واحد زي اتنين زي تلاته مش هتفرق. فانا لازم تزود العدد اللاعبين اللي بيهاجموا. يعني لازم تدي حريه اكتر لوسط الملعب، ما يبقوش على طول واقفين في وسط ملعبهم. لا لازم يتحرروا شويه في الناحيه الهجوميه. لازم تزود باك من الباكين مع الهجمه. يعني لازم محمد السيد، سامي عبد الستار، محمد فوزي، وحد من نص الملعب بقى اللي نزل ايمن عبد النبي او احمد سعد. وباك من الباكين يهاجموا عشان يبقى في عدد كافي ل يعني تقليص الهجمه. ولكن انت في الاخر بتلاقي سامي عبد الستار لوحده او محمد فوزي، محمد سيد ثلاثه على خمسه سته. صح. هيبقى صعب ان انت تعمل هجمه، حتى لو هجمه مرتده هيبقى صعب لان هم اصلا ما عندهمش السرعات الكافيه اللي يقدروا
يطلعوا بالهجمة المرتدة بسرعة، فلازم تعمل هجمة مرتدة اللي هي عن طريق النقل بقى، الرجل في الرجل الرجل في الرجل لغاية ما توصل الكرة لغاية قدام. طب كابتن وليد، الأسيوطي دايما معودنا الشوط الثاني لا بتلاقي فيه غزارة تهديفية عالية عالية جدا، يعني دايما الشوط الأول بيخرجوا يا 0-0 يا بيخرجوا 1-0 بحد أقصى. الشوط الثاني متوقع الأسيوطي هيواصل نفس الوتيرة والحصيلة هتكبر؟ بص، الأسيوطي لو عرف معلومة عن مباراة سوهاج ان سوهاج مغلوب هو لازم ياخد الشوط ده، ان الشوط ده هو شوط الصعود. يعني لازم نتفق ان النهاردة لو الأسيوطي كسب وبقى 62 نقطة وسوهاج تعثر وقدر بني سويف يكسب الموضوع خلاص، فيه شبه استحالة ان سوهاج ياخد بطاقة الصعود، لان هيبقى فيه فرق 10 نقاط غير مباراة للأسيوطي ناقصة. انت بتتكلم في 13 بونت، يعني 5 مباريات واللي باقي 10. فيعني فيها شبه استحالة ان الأسيوطي يخسر 5 مباريات وفي نفس الوقت يكسبهم سوهاج. فشوط انا شايف ان هو مهم جدا. تمام. بالنسبة للأسيوطي. طيب سريعا ننتقل لاستاد الفيوم مع معلقنا علي المغربي تعليقا على احداث الشوط الثاني. وانتهى الشوط الاول بتقدم الأسيوطي بهدف للاشيء، ونادي مصر متعادل مع منتخب السويس، وبني سويف متقدم على سوهاج، ودايروت المدينة المنورة تعادل سلبي. هذه